يواجه العالم تهديدا لم يسبق له مثيل من جراء تفشي جائحة فيروس كوفيد 19، مما جعل العالم بأسره يكافح هذا الفيروس الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص وراح ضحيته أكثر من ربع المليون. جهود جبارة تبذلها مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية من أجل النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة كوفيد 19. I thank the G20 countries for their commitment to fight the pandemic, safeguard the global economy, address international trade disruptions, and enhance global cooperation. وقد تعهد قادة مجموعة العشرين بالتزامهم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من تبعات الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه شبح ركود اقتصاد عالمي بهدف مكافحة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية لجائحة كورونا. What they're doing constantly, they're having these teleconferences at least once a week, and we will have new clinical guidance, an update to our clinical guidance, which will come out hopefully by Friday of this week. وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كوفيد 19، طلب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قادة دول مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصاديات العالم بتعزيز التعاون في تمويل الأبحاث للوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، كما أكد جلالة الملك دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة كوفيد 19. جهود جبارة تبذلها مجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية لتنسيق عالمي من أجل مكافحة كوفيد 19. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة الصحة العالمية، جنيف.